الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلاه وسلاما طيبين مباركين عليك يا خير خلق الله. محمود فضل المنشد الديني هو ضيفنا النهارده في فقرتنا الثانيه مشرفنا ومنورنا النهارده واكيد هنستمتع معاه بفقرة محترمه آه واحنا بنحتفل معاكم يعني بقرب يعني قدوم آه عيد الاضحى المبارك طبعا الايام المباركات اللي احنا بطبيعه الحال بدانا نكون موجودين فيها اهلا بيك يا محمود اهلا بيك حبيب. مشرفنا ومنورنا كل سنه بيك. وانت طيب وانت طيب سعداء جدا جدا بوجودك معنا النهارده انا اسعد والله ربنا, ربنا يخليك يمكن يا محمود احنا اول لقاء لينا أوه. اه في البرنامج فحابب اعرف الناس بيك آه مبدئيا بشكل اكبر انا محمود فضل عندي 22 سنه ساكن في القاهره بدرس في اداره اعمال في جامعة حلوان يعني حلمي الوحيد اللي انا بشتغل عليه دلوقتي ان انا زي اكون اصغر مؤذن في الحرم المكي ده حلمك اه حلم صعب آه. شويه بس هنحاول نحققه إن, ان شاء الله وحلمي بقى العادي في مصر ان انا اكون صاحب اعمال اللي هي دراستك بقى وتخصصك صاحب دراستي او اكون مدير مم. في شركه كبيره يا رب يوفقك الله يخليك يا طب قول لي يا محمود انت بدات يعني قصه الانشاد بقى لك قد ايه انت 22 سنه ما, شاء الله لسه ما زلت صغير يعني اه انا بادئ قصه الانشاد من اول ما التحقت بالاوبرا مع دكتور محمد عبد الستار فبدات اشتغل على نفسي ده قد ايه بقى؟ انا كنت تقريبا عندي 19 سنه كنت لسه خارج من ثانويه عامه. سنة, سنة فبدات اجتهد اه بدات اجتهد بعد كده اتشهرت على السوشيال ميديا بعد كده فيديوهات لي عدت 100 مليون وفي حاجات كتيره وبعد كده زاد معارفي بمؤذين حرم وقراء في الحرم وقراء مصريين بدات يكون في علاقات ما بينكم؟ اه بدات يكون لي علاقات بس طبعا العلاقات لهاش اي لازمه بس هم بي بيساعدوني وبيعلموني ازاي أقول طبعا تاخد نصح وارشاد طبعا من الناس هو كتير ووصايا كتير اه, آه. الزبط. طيب 100 مليون مشاهده انت بتقول يعني 100 مليون اه ايه اللي خلى الناس تروح لمحمود تحديدا وانت دلوقتي شايف الساحه فيها منشدين كتير قوي كتير وما شاء الله صوتهم حلوة وجمال جدا بس حتى مش معروفين بالاسم بس احنا بنلاقي الاصوات جميله وشباب كتير قوي دخل في القصه دي ايه اللي يميزك خلى الناس تروح لك مبدئيا هو التميز وزي ما تقول كده يعني علاقه الشخص بربنا سبحانه وتعالى هي والاخلاص اللي فيه آه ويمكن عشان حلمي صعب شويه قليل لما حد بيحلم حلم زي ده هو ده اللي مخلي الناس متابعاني عاوزه عندها شغف هل هحققه ولا مش هحققه آه فده اللي بيخلينا بيخليني مميز وبقدم اكتر واكتر مم. واكتر. طب يمكن يا محمود واحنا بنسمع منك تكبيرات العيد مش دي التكبيرات المصريه؟ اه صح؟ دي السعوديه اه اه ليه انت بدات تتنبأ او آه ما تقولش التكبيرات اللي هي بتاعت لا طبعا لا مش كده خالص هو بس عشان انا يمكن عشان انت نفسي ليه قدمت نفسك من خلال التكبيرات بهذه اللهجه؟ السعوديه طبعا يعني؟ عزيزه على قلوبنا اكيد اه بس انت واضح انك متاثر بالثقافه يعني اه يعني مش متاثر بالثقافه بس عشان نفسي اكون اكون مؤذن آه فبادي نفس الحاجات اللي بيعملوها بالظبط طيب <applause> انت ده, ده يخليك ممكن تقلد ولا يكون ليك شخصيه؟ بقلد وليه شخصيه، اه الاثنين بتعمل أوه. اللي الاتنين. انا اللي انا قلته دلوقتي دي شخصيتي انا. اه لكن مؤذنين الحرم بقى كل واحد ليه اداء في في التكبيرات، يعني م. كل شخص ليه اداء. انت مركز مع مع المؤذن وليس اللي هم الائمه. اه ما مركز مع المؤذن انت مش قارئ للقران يا محمود؟ لا قارئ القران بس حلم صعب قوي ان انا اكون امام في الحرم يعني حاجه <applause> كبيره قوي. اه حاجه صعبه. اه طيب انت لو ما قدرش ليك ان انت تكون م. كده. بتفكر تكون ازاي في الحته دي تحديدا في الحته دي تحديدا آه. اكون اكون مؤذن بنفس الاداء بس في مسجد كبير مسجد كبير اه, آه. يعني عيش الحلم بقى اه بس في النهايه انت عايز